مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير يا مروة. مساء الخير يا إسلام، ومساء الفرحة والسعادة والأمل على كل الناس اللي بتتفرج علينا وبتتابعنا. أهلا بيكم. احنا النهاردة حضرتك معانا ايه من فقرات؟ معانا الفقرة الأولى، ويؤسفني إن أنا أقول كده، إن معانا جريمة بيقشعر لها الأبدان، ومعانا حكاية أم حرقت بنتها الصغيرة الرضيعة التي لا تتجاوز سنتين. وهيكون معانا الدكتور محمد سعيد زغلول ضيفنا اللي هينورنا النهارده، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا الفقرة الثانية كمان الإعلامي سامح عاطف، رئيس مؤسسة مسابقة سوري ميس نايل، وفقرة لعنوان لا للتعصب. كمان في النهاية هيبقى معانا فيديو عن إطلاق أول منظمة صحة عربية على مستوى الوطن العربي والعالم كله. اوكي، حابه بس قبل ما ابدا حلقتي اتكلم عن هاشتاج المتصدر على السوشيال ميديا محمد رمضان صهيوني. ايه رايك يا اسلام في الموضوع ده؟ والله هو بالنسبه لمحمد رمضان صهيوني ومحمد رمضان شيكل، انا اعتقد ان محمد رمضان مخطئ في هذه القصه، لان محمد رمضان راح للامارات من هنا من القاهره لحد دبي، واخد فلوس واخد عربية روز رايس ورقمها مميز وإقامة ذهبية، وإن هو رايح مع رجل أعمال. هذا الرجل له فرع في تل أبيب لعدة محلات هناك، وبيفتتح هذا الفرع، وكان موجود إسرائيليين، وكان في أغاني إسرائيلية، وكانت يعني محمد رمضان على دراية بهذا الكلام. يعني عيب أول لما يجي يقولك السنة اتصورت وما خدتش بالي، لا، ده انت واخد فلوس وقابض واخد عربية واخد الدنيا كلها، ودون ان تراعي انك نجم وقدوة، وحضرتك بتتاجر بهذا الكلام، وان حضرتك يعني بغض النظر عن محتوى الفن اللي انت بتقدمه اللي هو فيه تقاليع، وانت بتستغل ان احنا في دولة بتحب التقاليع، وان الشباب بيحب يقلد، واحنا بنحب نقلد تقليد اعمى، وحضرتك تعمل حلقات ايه ومش عارف ايه وشعر ايه وكاسة دي كلها، لكن يوصل بيه لحد النهاردة ان هو بعد ما يصل لهذه المكانة والنجومية يفتكر ان هو هيأثر على الشباب والتين ايجرز وكل الناس اللي هي بتقلده وبتتابعه، وان هو هيعمل تطبيع من جانب واحد. احنا نعرف ان التطبيع ما بين الدول ده امر ومعاهدات سلام الدولة ملتزمة بيها، واحنا كمواطنين برضو بنسمع كلام الدولة وملتزمين بكل شيء الدولة تقرره، لكن اما يروح افراد النهاردة تستضيف ناس اسرائيليين او غيره ويقول لك ان احنا مثلا ما نعرفش او تطبيع او القصة دي كلها، اللي احنا نعرفوه في البروتوكولات حتى بين الدول لما يكون في حرب ما بين دولة ودولة يا مروة، بيفضل السفير بتاع الدول المتحاربة، مازال العلاقات الدبلوماسية لا تنقطع، واحنا شفنا في حرب العراق كان السفير اللي هو في حكومة الرئيس الراحل صدام حسين كان موجود في امريكا اثناء الحرب. يعني بمعنى صح ان علاقات الدول دي قصة، والتصرفات الافراد دي قصة، وانا بقول له دلوقتي يعني بنطالب الدولة او بنطالب المؤسسات اللي هي موجودة، خاصة ان هناك تحقيقات فتحت وفي قضايا رفعت، والموضوع النهاردة في ايدي النيابة والحكومة، وعندنا نقابة الايمان التمثيلية منعت محمد رمضان من مزاولة المهنة لحين الانتهاء من التحقيق، وايضا نقابة الصحفيين منعت برضو النشر ونشر صور هذا الشخص اللي هو ارتكب هذا الفعل. فاعتقد ان هو القصة الفارقة ما بين النجوم اللي اتصورت مع اسرائيليين قبل كده، والان القصة الان دلوقتي، وهي ان هو واخد مقابل ذلك، يعني هو رايح وعارف وواخد وقابض، والقصة دي هنا هي هنا الجريمة نفسها. فالكلام متروك للمحاكم والنيابات، ولكن سنرى في القريب العاجل ماذا ستسفر عنه، وانا بقول له الجزاء من نفس العمل، من كلماتك واعمالك الفنيه اللي انت قلت فيها للناس قبل كده، اديك في السقف اتمحر واديك في الجيركن تركن، فخلي الشعب كله يديك في السقف اتمحر وفي الجيركن تركن يا نجم كبير. تمام يا اسلام، انا شايفه ان ما بين مؤيد ومعارض، في ناس بتأيد
محمد رمضان وشايفه ان ده ما كانش يعرف ان هو رايح فين، او ان هو كان هيتصور مع مغني اسرائيلي، ومش مطالب انا كفنان ان انا اشوف الاي دي او الباسبور بتاع اللي هيتصور معايا. او في ناس تانية معارضه وشايفه ان هو لا، هو قابض، او ان هو عارف هو نازل رايح حفله خاصه او كده. وكمان بتقول ان هو ازاي يتصور مع مغني اسرائيلي وعارفه ان هو عارف قبل ما يتصور حاجه شبه دي. طبعا الموضوع ده اثار غضب الكثير من الناس، وكمان تم بسببه ايقافه من نقابه المهنه التمثيليه، وبعديها وبالتالي تم ايقاف شركه الانتاج، تم ايقاف التعاقد معاه في مسلسل في رمضان 2021. كمان نقابه الصحفيين منعت اي اخبار تنزل عنه او اي صور عنه. فما بين مؤيد ومعارض هنعرف كل حاجه في التحقيقات، اذا كان هو هيتم ايقافه الى الابد او ان هو هيستمر معانا. نبدأ فقرتنا الأولى بالجريمة التي تقشعر لها الأبدان، حكاية أم بلا رحمة بلا قلب، حكاية أم حرقت طفلتها الرضيعة التي لا تتجاوز في العمر سنتين، وكمان عذبتها وقامت بالشروع في قتلها، حيث أثبتت الكشف الطبي اثبت ان كان في حروق في ايديها اليسرى الرضيعه، وكمان في تمزق في الاربطه في الركبه. بس اللي كويس في الجانب ده ان المجلس القومي للطفوله عمل محضر في الام دي، وكمان النائب العام امر باحالتها للمحاكمه وتوجيه تهم شروع في قتل ليها، قتل للطفله الرضيعه. معانا الدكتور اللي منورنا النهارده، دكتور محمد سعيد زغلول، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، وعضو الجمعيه المصريه للطب النفسي والامراض العصبيه، وعضو الجمعيه العالميه لعلاج الادمان. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا النهارده. اهلا بك يا دكتور، منور. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه حابه اعرف ايه اللي يخلي ام شبه دي؟ المفروض ان الامومه، لفظ الامومه ده اصلا خساره، انا شايفه ان هو خساره فيها، ان الام منبع الحنان وممكن تظلم نفسها عشان خاطر عيالها، فايه اللي ممكن يعني اولادها، ايه اللي يخلي ام تعمل كده، او ايه الاسباب؟ طيب، هو للاسف فعلا الفتره اللي فاتت بدانا نسمع عن جرائم كتير بالشكل ده. أوكي. السوشيال ميديا بيساعد جدا على انتشارها، وان احنا بنبدا ندور على الغريب او نسمع الغريب كشعب او كانسان بشكل عام بيبدا يحب يدور على النقط دي. فالمشاكل اللي موجوده في المجتمع بتاعتنا في سوء تفسير ان هي ليها علاقه بالطب النفسي، ان انا على طول بقول ده مريض نفسي اللي عمل الجريمه ده، او مريض نفسي اللي عمل الخطا ده. وده انا يعني مختلف جدا في النقطه دي، على اساس ان المريض النفسي هو ثبت احصائيا ان هو احتمال قيامه بجريمه بالظبط هي نفس النسبه اللي بيقوم بيها الانسان الاسوياء او البني ادم السوي اللي احنا بنقول عليه اسوياء يعني. لكن هو بشكل عام وبشكل مطلق يعني المريض النفسي هو غالبا بيبقى حاسس بالخوف، وحاسس إنه هو عايز يبعد عن المجتمع، مش عايز يأذي المجتمع إلا في ظروف خاصة يعني. فبالنسبة للأم والحجة اللي هي قالتها، أو الكلام اللي هي بتقول إن أنا كمريضة نفسية، أو إن أنا عندي بتعالج نفسيا وبتعالج مش عارف معايا روشتات ومعايا الكلام ده، هو ده مش عذر. التحقيقات قالت إن هي اعترفت إن هي حرقت بنتها بمعلقة سخنة في إيديها، وكمان يعني اتضح إن هي عندها هاجس نفسي أو مشكلة نفسية عشان والدها كان قبل جوازها بيتعدى عليها بالضرب والاهانه وكده. بالظبط، هو ده الكلام اللي هي قالته واتحججت بيه الفتره اللي فاتت. وبنشوف عدد كبير جدا من المرتكب الجرائم بيدعوا ان انا عندي مشكله مع الطب النفسي، ان انا مريض نفسي، فعشان يهرب من العقوبه يعني. وهنا بيجي دور قسم او فرع مهم جدا من الطب النفسي، هو الطب النفسي الشرعي اللي هو بيبدا يهتم بمدعي المرض النفسي، ويبدا يتحطوا في مكان زي مستشفى الخانكه او العباسيه عندنا في مصر هنا، وايداع 45 يوم، ويبداوا يتراقبوا عن طريق الكاميرات، عن طريق الدكاتره والتمريض، ونبدا نوصل فعلا هل هم مرضى نفسيين ولا لا. والنقطه الاهم من كده، هو مش مجرد ان هو مريض نفسي فهو معفى من العقاب، لا، هو المريض النفسي طالما توفر فيه شروط الادراك والوعي للجريمه فهو مسؤول عن الجريمة بتاعته ويستحق العقاب عليها يعني. فالمريض النفسي بشكل عام هو مش مؤذي، مش سيء، هو الناس اللي في المجتمع الطبيعي بتاعنا بسبب اضطرابات الشخصية بتاعتهم هم دول اللي بيعملوا الأخطاء أو الجرائم، فمسؤولين مسؤولية كاملة. فإحنا بره القصة دي خالص بالنسبة للطبيب النفسي،
ونفسي يبقى في منظمه تدافع عن حقوق المرضى النفسيين عشان في ظلم كبير جدا واقع عليهم. وفي الحته دي لو هحط نقطه صغيره، هو اي مجموعه ليها عليها تقع عليها مظلمه او حد بيظلمها، هو بيطلع ناس منهم يدافعوا عن حقوقهم قدام المجتمع كله. المريض النفسي عشان اللي واقع عليهم الضرر هم ناس مش قادرين او منعزلين او منطويين او مش قادرين يظهروا اعلاميا ويتكلموا في الحته دي، فما لهمش منظمه تدافع عنهم شويه. لكن هو حقيقه هو المريض النفسي عشان اثبت النقطه، هو نسبه ارتكابه للجرائم هي بالظبط زي اي انسان سوي في المجتمع الطبيعي بتاعنا او العادي بتاعنا. وفي نفس الوقت كمان هو يعني محتاج اللي يدافع عنه او يتكلم عنه شويه. دكتور محمد زغلول، احنا شايفين ان دلوقتي الجرائم دي بدات بتتكرر بشكل كبير، يعني الامهات بتعتدي على اطفالهم، وده ضد الطبيعه بتاعت الام وغريزه الامومه. لامتى هتفضل تتكرر هذه الجرائم؟ يعني ايه الاسباب اللي بتخلي الناس تعمل كده؟ يعني الجريمه بتتكرر ليه؟ الجريمه بتتكرر علشان عندنا المجتمع بقى فيه مشكله ضخمه جدا في السلوكيات بتاعته. يعني احنا متعودين ان انا لما ببدا اتلقى وابدا اكبر في الحياه بتبدا تتكون الشخصيه بتاعتي، ويبدا في الشخصيه يتكون الضمير. الضمير بيعتمد على العقيده او على الدين او على المجتمع والكلام الايجابي والقيم والمبادئ اللي انا ببدا اكونها جوايا، واخد الجزء اللي يناسبني منها عشان اعمل شكل جوايا يمنعني من ارتكاب الخطا. لو احنا بدانا ندور في المجتمع الفتره اللي فاتت في التربية والنشأة والبيت والمدارس والمجتمع والشارع والأفلام واللي بيحصل فيها، الأفلام يعني الأفلام اللي هي موجودة دلوقتي اللي فيها عنف وفيها يعني الأفلام دي بتأثر فعلا على الأمهات وبتخلوهم يرتكبوا هذه الجريمة. هي بتأثر على المجتمع كله مش الأمهات فقط. يعني على طول حضرتك بتلاقي في كتير من الأفلام إن البطل اللي بيبقى بيحب البنت وبيبدا يمسك السيف ويمسك المسدس ويضرب ده ويموت ده، هو بيطلع في الاخر الانسان الجميل اللي المجتمع كله بيحبه وبيهتف ليه. فهو بيبدا يتربى عند الاطفال اللي بيستمدوا للاسف القيم والمبادئ والشكل الجميل، عايز اظهر، عايز اكون موجود، ده بقى القدوه بتاعي. هو ضرب، اعتدى، ظلم، تحرش. ما عندك البطل لما بيتحرش بالبنت وفي الاخر بيتجوزها ويعيشوا في حياه جميله جدا يعني. فانا بعلمه ان ده انت ممكن يبقى عندك جانب ايجابي بيحصل في المستقبل. فده بتبقى مشكله ضخمه جدا في ظل غياب البرامج الايجابيه اللي بتبدا تدي الجانب الايجابي. لا ده غلط، ده صح، ده عيب، ده حرام. دي حقيقه فعلا، دي مشكله كبيره بنواجهها. طب حضرتك، احنا في عدد كبير يعني عايش وسطنا من المرضى النفسيين، ويمكن هم يعني مش عارفين كده، او نظرا لقله الوعي، او ان هو حاجه ان هم يروحوا لدكتور نفساني، او هم خايفين من نظره المجتمع ليهم ان هم يقولوا عليهم مجانين او كده. فايه العلامات اللي بتنذر ان الشخص ده مثلا محتاج يروح لدكتور؟ او طيب احنا هنا بنتكلم بشكل كبير جدا عن المرض النفسي. احنا عندنا في الطب النفسي في الامراض النفسيه، في الامراض العقليه، وفي اضطرابات الشخصيه. المرض العقلي بيبقى الانسان مش فاقد الوعي والادراك، فاقد الاستبصار. انا اصلا ما بشتكيش وما بقولش ان انا تعبان وما بروحش اكشف علشان انا شايف نفسي كويس وكل المجتمع غلط. فده احنا بنستثنيه وبيجي دور الاهل والرقابه ان هي تبدا تعالج المريض ده. لكن المريض النفسي اللي بنتكلم عليه هو الاكتئاب والتوتر والقلق بشكل عام يعني. فمجرد ان انا كانسان طبيعي ابدا احس ان انا عندي مشكله اختلفت عن زمان، يعني مثلا انا بقى مزاجي وحش قوي زياده عن اللزوم، بقيت عصبي قوي، رد فعلي سيء جدا زياده عن اللزوم، بقيت عندي اعراض جسديه لفيت بيها على دكاتره كتيره وكل واحد يقول لي انت كويس، اعمل الاشعه، اعمل التحليل، انت كويس، فبالتبعيه لازم الجا للطب النفسي. لقيت في تقلبات مزاج عنيفه، في انا مش عارف انا مين، انا اتغيرت جدا، بقيت شويه كويس شويه وحش، شويه عصبي شويه اندفاعي، فابدا الجا للطب النفسي. لقيت ان شغلي بدا يتاثر، حياتي الاجتماعيه، حياتي الماديه، بقيت بصرف فلوس كتير جدا زياده عن اللزوم، او بقيت شحيح في صرف الفلوس زياده عن اللزوم، بقيت مش عارف انام، مشكله الارق الكبيره جدا بتاعتنا، يقول لك انا مش عارف ادخل في النوم، او نومي مقطع، او بصحى من النوم تعبان. فيبدا كلهم بيبداوا يوجهوا الشخص ده المفروض للطب النفسي.
فانا ابدا احس ان انا عندي مشكله فرقت وبدات تغيرني عن زمان، انا اختلفت، او ابدا اسمع لراي حد من الناس اللي بيحبوني اللي حواليا لعظيم مصلحتي، يعني مثلا زوجتي، والدي، اخويا، اختي، صديق مقرب يبدا يقول لي انت اتغيرت، خلي بالك هنا في مشكله. هنا بيجي دور الصحه النفسيه قبل الطب النفسي شويه. الصحه النفسيه اللي هو ازاي انا اعيش بشكل كامل واستخدم قدراتي ان انا اكون في افضل فرصه ليا في الحياه والاداء في المجتمع. ان انا ممكن اروح لطبيب اتكلم معاه، اقول له انا عايز اتكلم مع حضرتك مثلا وقت كده، انا حاسس بكذا وكذا 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 وبيدور في دماغي كذا وكذا 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 وعايز اخد قرار كذا، فانت ايه رايك؟ بيجي دور الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي ان هو بيكون شخص محايد، هو في النص، لحد تبع العيله او تبع الاهل عايز يطبطب عليا شويه او المشاعر اللي بتحركه، او حد بيكرهني مثلا في المجتمع فرضا وعايز يوجهني لطريق خاطئ، لا هو حد محايد وعنده ما يكفي من العلم والخبره ان هو يساعدني احدد المشاعر اللي جوايا او الاراء اللي جوايا هي صح ولا غلط، هو انا كده ماشي فعلا غلط؟ فلا ان انا عندي مشكله فعلا هيبدا يقول لي طيب احنا هنا محتاجين جلسات علاج نفسي بس كفايه، محتاجين نتكلم اذا كان علاج معرفي سلوكي، اذا كان علاج تحليلي زي ما يكون شويه عشان نوصل للاصل وعلاجها سهل. او يبدا يوصف لي عقاقير امنه، مفيش ادمان، مفيش تعود، مفيش مخدرات، مفيش جدول، وهقدر تدخل جسمي بسلاسه وتخرج بسلاسه من غير ما اقع في مشكله الادمان زي ما احنا بنتكلم على الاستجما بتاعت الادويه والمشكله. لا انا هطلع مدمن، هو انا جاي لك متوتر شويه هتطلع لي مدمن يا دكتور وبهرش وبتاع، فالنقطه دي بتبقى مشكله كبيره جدا. فهنا دور الدكتور النفسي ان هو يساعدني افصل هو انا عندي مشكله ولا لا بشكل محايد. طيب معالي الدكتور، العنف في الصغر بيأثر على المخ وعلى الدماغ، نتيجه يعني حضرتك دلوقتي توجه رساله للاباء والامهات عشان يفهموا ان العنف اللي هم بيعملوه وفاهمين ان هم بيأدبوا اطفالهم ده بيأثر عليهم في المستقبل وبيأثر في الكبر وبيجعلهم ان هم ممكن يكون التفكير بتاعهم مش مظبوط، فايه الرساله اللي حضرتك توجهها للاباء والامهات في هذا الصدد؟ التربيه يا جماعه، التربيه، انا لازم لما اجي اربي انا ما اعتمدش خالص على العنف مع الاطفال. انت لما بتيجي تعنف طفل انت بتعلمه ان هو ده الاسلوب اللي انت المفروض تمشي بيه في الدنيا مع نفسك، مع الناس اللي بتحبها والناس اللي بتكرهها. فالطفل العنيف انت بتاسس نواه حلوه جدا لطفل مجرم او طفل شرير. خلي بالك ان في شخصيات او نوع من الشخصيات بتفتقد معنى كلمه الضمير، ما عندهوش معنى الضمير. فانا لو علمته على العنف بقى اسلوب حياه بالنسبه له، فبيبدا يهرب مني كاسره، انا بضرب ابني كتير او بعذب ابني كتير او باذي ابني كتير. طب لما يطلع للمجتمع بره هو هيبدا يتوجه ان هو يبحث عن دايره الامان بتاعته. غالبا اللي هيشده هم اصدقاء السوء، فيبدا يكون المجتمع الخارجي بتاعه اللي بيدعمه. في الحاله دي هتبدا الشقاوه، يبدا الاندفاعيه والتقلبات، ويبدا او تكوين اضطرابات الشخصيات اللي بتؤذي المجتمع وتاذي ابني في المستقبل. طب عايزين من حضرتك النصائح اللي توجهها للمتزوجين او المقبلين على الزواج بالنسبه ل يعني موضوع التربيه والتنشئه والعنف وكذا، يعني توجه لهم ايه؟ لغه الحوار مع الاطفال، لازم نكلمهم، لازم نسمعهم، ده اهم من اي نقطه تانية في التربيه، ان انا اعامل طفلي ان هو بني ادم. انا بقع في دايلما كبيره الفتره اللي فاتت شويه، ان انا بقابل الاباء وخصوصا الاباء، يعني صاحب ابنه او بنته الصغير الطفل طبعا ويخليه يحكي له ويوجهه بدون عنف وبدون ضرب عشان ما يخافش يحكي له، ده اللي حضرتك تقصده بالظبط يا فندم. بالظبط هي الحته دي، مهما كان سن الطفل صغير بس انت بتنزل له على حسب قدرته على الفهم، وتبدا تبقى زيه في المستوى العقلي شويه، وتبدا توجهه بشكل هادي ان هو ازاي يمشي بشكل صحيح في الدنيا وتلقنه القيم موجوده في حياته. لكن الدايلما اللي كنت بكلم حضرتك عليها ان الاباء غالبا مشغولين في الدنيا، هو عنده، هو بيتكلم بمنطق انساني جدا، طب يقول لك يا دكتور طب انا عندي شغل كتير، هو انا بضطر اشتغل عشان اجيب فلوس عشان ااكل الولد ده واكل اسرته واحميهم، طب انا هسيب شغلي واقعد جنبه في البيت؟
طب وجهة نظر حضرتك كمتخصص بالنسبة للدراما اللي هي موجودة دلوقتي والعنف في الدراما، وان الناس بتستخدم العنف على ان ده مرجلة وشهامة وكذا، ويبقى مثلا دكتور ويتحول لبلطجي عشان ياخد حقه، والقصة دي كلها لدرجة ان الناس بدأت تقول مفهوم البيت اللي ما فيهوش بلطجي مش هياخد حقه. بالظبط. طب يعني رأي حضرتك ايه بالنسبة لك؟ المجتمع بتاعنا هيروح في نقط لا رجعة فيها بالنسبة للأذى أو بالنسبة للمشاكل. يعني احنا ما ينفعش ننسى ان احنا كمجتمع مصري متدين بطبعه، فاحنا على طول معروف عننا احنا بنحب نساعد بعض، نحب نخدم بعض، نحب حتى لما يجي حد من عندنا يسافر يقول انت هتسافر بره وتسيب المجتمع اللي احنا بنسند بعض وبندفي بعض فيه؟ لا. لكن لو حصل فعلا العنف باستمرار احنا هنخسر الامان في المجتمع بتاعنا وكلنا هندفع الثمن. تمام. شكرا لحضرتك يا دكتور، كنت منورنا النهارده. للاسف وقتها فقرتنا خلص. احب اقول بس كلمه في النهايه للاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا، كونوا رحماء بالاطفال يعني او بابنائكم في الصغر، عشان لما تكبروا كل ده هيترد لكم في عز ضعفكم، ويعني في عز ضعفكم ووهنكم هيكونوا هم حنينين ولطفاء بيكم لو انتوا كنتوا رحيمين بيهم. شكرا ليكم، وهنروح فاصل مع أغنية لله للتعصب، وهنرجع تاني للفقرة التانية، استنونا.